اليوم رح نحكي عن موضوع خلينا نقول كمان منتشر جدا بين الصبايا والشباب وهو بلازمة الوجه. اليوم نحن بنعرف انه كل ما تقدم الانسان بالعمر بيروح لفقد الكولاجين داخل البشرة، هذا الشيء بيعمل ارهاق بالبشرة، يعني بيبين التعب عليها هايدي فورا. ولهيك اليوم كانت البلازمة احد حلول العلاج بالعلاجات البشرة. اكيد اليوم كل سيدة او صبية بتحب انه تكون بشرتها صافية خالية تماما من الحبوب، من الندبات، من التصبغات. اليوم اكيد في عندنا تقنيات عديده للبشره، ولكن اليوم حابين نخصص اكثر نتعرف على البلازما للوجه، الايجابيات واذا في سلبيات عن الموضوع، تفاصيل كثير طبيه رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم نور الخطيب، بكالوريوس في علوم التغذيه. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا دكتوره، كيفك؟ صباح النور. صباح النور لشهر. شو الاخبار؟ تمام. خلينا هيك نروح فورا لنحكي عن شو هي البلازما اليوم. البلازما يعني شائعه جدا اليوم بين الصبايا. تمام. هلا البلازما هي عباره عن سائل بناخده بعد تسفيل الدم، بنحطه بآلة معينه من بعد عن كريات الدم الحمراء، هي بتكون غنيه بالبروتينات والمعادن والفيتامينات يلي بتغذي البشره، مشان هيك نحن بنستخدمها بحقن الوجه. تمام. فبتعطي نضاره والكولاجين والشباب الدائم للبشره. يعني بعد ما تعرفنا من حضرتك عن تقنية البلازما للوجه، خلينا نوضح أكثر لكل حدا عم يتابعنا من السيدات عن هيدي التقنية، عن فوائدها، عن أهميتها، خبرينا أكثر. هلا أهمية البلازما للوجه هي بتساعد على النضارة، كلياتنا بنسعى لحتى نخلص من الشحوب وبنحلم هذا الشيء، بنحلم بلمعة البشرة، بنحب إنه يكون عندنا الوجه صافي، فهي تقنية البلازما تقنية كثير حلوة لإعادة وإشراق البشرة. هلا نحن فينا نعملها بتقنيات كثير حلوة، تكون بلازما منقاة بطريقة كثير جيدة، ممكن نعمل بلازما بي آر بي، هي بلازما البي آر بي هي بلازما غنية بالصفيحات الدموية، بس تكون غنيه بالصفيحات الدمويه بتعطينا نضاره واشراق اكبر للبشره لانه بتكون غنيه اكثر بالبروتينات. تمام. فبدها تكون البلازما يعني كثير يعني ممتازه للبشره، بدها تكون هي وقت نعطيها للوجه بتعطي النضاره والاشراق، وممكن نحن نحط معها بعض مثلا هيالورونيك اسيد بتعطينا كمان زياده دبل لاشراق البشره. تمام. مثل ما قلتي اليوم صرنا كلنا بنتمنى وبنحلم بهيئة البشرة، ونشوف اليوم كثير صبايا السوشيال ميديا انه عن بيعملوا اعلان كرمال البلازما، فاليوم نستغل هيك حضورك دكتورة ونحكي اليوم كم جلسة، يعني اليوم انا اذا حبيت اروح لعندك ساوي هاي البلازما، هل انا بحاجة لجلسة واحدة او اليوم شحوب الوجه، او يعني بشكل عام كيف منظر وجهي هو اللي بيقرر اليوم انا عدد جلسات بحاجة لها؟ عدد الجلسات ما له كثير كبير، تقريبا من 4 أو 5 جلسات بناخذ كثير نتيجة حلوة، زائد انه نحن بنشتغل على عضلة الوجه بالطب البديل مشان نظبط البلازما يكون دغري بتعطينا الامتلاء للبشره. تمام. فبنحاول انه كذا تقنيه مع البلازما بتعطينا نتيجه كثير احلى وافضل، فممكن نعمل بلازما مع كربوكسي ثيرابي، الكربوكسي هو عباره لحقن لغاز ثاني اكسيد الكربون مع البلازما بنشط الدوره الدمويه، كانك عملتي 3 جلسات بلازما بجلسه واحده. يعني كم جلسه نحن ممكن يعني تقريبا 4 جلسات بناخذ نتيجه كافيه لمده سنه. وقد الوقت بيناتهم؟ الوقت بيناتهم تقريبا شهر. طيب من عادة هي الجلسات، يعني كثير من الصبايا بيقولوا لك انه انا ايمت ممكن احصل على النتيجه الصحيحه على وجهي، ايمت ممكن تظهر، هل ممكن تطول ام لا انا فعلا بعد هدول الاربع جلسات بشكل مباشر او بعد الجلسه مباشره يعني اخذ نتيجه مرضيه؟ بعد الجلسه مباشره تقريبا بنحس بنتيجه برفع الوجه. تمام. بعد الجلسه تقريبا ب 20 يوم بتحسي بفرق كثير حلو ظاهر بالبلازما. فشد الوجه بيصير حلو، امتلاء الوجه افضل، حفر لحب الشباب كمان ممكن تزول، المسامات الواسعة كمان بتتحسن موضوع حقن البلازما، فنحن بنعطيها إشراقة وتفتيح للبشرة وشد بنفس الوقت. طيب اليوم دكتورة أيضا بنسمع بتقنية الوخز بالإبر الدقيقة، اليوم شو بتختلف عن البلازما؟ هلا الوخز بالإبر الدقيقة هي تقنية الدرمابين، تقنية الدرمابين بنستخدمها ممكن مع البلازما، بتحفز إنتاج الكولاجين لأنه نحن الوخز بالإبر الدقيقة مع تقنية البلازما يحفز إنتاج الكولاجين بشكل
بشكل اكبر على البشره، ولكن غير مستحسن بالصيف. ليش؟ لانه في بدنا نتعرض للشمس، الشمس كثير قويه، تمام؟ فبدا يكون ما عندنا اوف من العمل تقريبا لمده اسبوع بعد تقنيه الدرمابين، مشان ما يصير حساسيه بالنسبه للشمس. نور، يعني قبل اي اجراء تجميلي او طبي نحن بنساويه، اكيد دائما يمكن بيكون في عندنا مجموعه من النصائح من الارشادات اللي لازم نلتزم فيهم كرمال ما يصير اي اثر جانبيه او اي مضاعفات. بالنسبه اليوم لتقنيه البلازما للوجه، شو هي النصائح اللي بتنصحي فيها ان كان قبل التقنيه او حتى بعد؟ هلا قبل التقنيه اول شيء نحن مسؤولين انه نعمل له التعقيم اللازم، تمام، للبشره، بنعمل له الاجراءات اللي هي بتعطينا النتيجه المضاعفه، تمام. ولكن بعد اجراء الجلسه لازم اول شيء نحط ثلج مشان نخفف الزراء، ما يصير عندنا مشكله بالزراء او الاحمرار بالبشره، زائد انه ما نتعرض للشمس، ما نغسل وجهنا بماء ساخن بنفس يوم جلسه البلازما، بنحاول ما نتعرض للحمام كمان ما مشان ناخذ نتيجه البلازما، تمام. اهم شيء بالنسبه لموضوع الصيف الشمس الحارقه لازم نستخدم الواقي الشمسي بعد التعرض لجلسه البلازما، فكثير بياخذ نتيجه حلوه على البشره. حتى اليوم دكتورة، يعني في بعض التوصيات ما نعرف من خلالك، الأشخاص اللي بياخدوا أدوية مثلا، هل هلن اليوم قادرين أنهم يعملوا البلازما؟ يعني من هلن الأشخاص اليوم غير قادرين لهذا الإجراء؟ يعني هل الأشخاص غير قادرين إجراء هذا الإجراء، يعني أهم شيء أنه اللي معه فقر دم، فقر دم مزمن، عنده مشكلة كتير كبيرة بالدم، ممكن اللي عنده لوكيميا أو سرطان كمان ما بنعمله بلازما. تعملوا تحليل لنسبة الدم قبل ال هلأ نحن بنسأل المريض، بنعرف إذا عنده مشكلة بالفقر الدم، كان يعني عنده مشكله كبيره مثلا فقر الدم، في ناس عندهم سيوله بالدم كمان ما بيعملون ما بيسحبوا، في ناس وريدهم صاب تماما. هلا المفروض نحن اليوم يكون في عنا فحوصات طبيه قبل اجراء هذا العلاج التجميلي، فينا نقول يعني ممكن اثناء التقنيه البلازما تتحسس البشره، يصير في تهيج، يصير اي مشكله، فاليوم ممكن ننصح باجراء بعض الفحوصات الطبيه على السيده نتاكد اذا اليوم بشرتها هي قادره فعلا تتحمل هي التقنيه ام لا؟ لا يعني ما بدها ولا تحليل، لانه هو من الدم على البشره. لا لانه هو من الدم وبنرجعه لنفس المريض، فما بصير مشاكل، ما بصير تحسس، ما بصير تهيج، ما بصير اي مشكله تحسسيه. في حال صار تهيج خفيف ممكن في مراهم او ادويه معينه ممكن تلجأ لها؟ طبعا نحن بنستخدم فوسيدات مثلا انه مشان ما يصير التهاب للبشره، تمام. اول يوم ممكن بعد اجراء جلسه البلازما استخدموا رميمات بسيطه مشان تاخذ النتيجه المرجوه. طيب خلينا هيك نروح لاليه العمل دكتوره. اليوم وقت اللي بتجيكي صبيه حابه تعمل البلازما، يعني بدك اول شيء تسحبي الدم، خلينا نتخيل معك هي التقنيه، عدد الابر يلي بتنعطى بالوجه هل هي عددها كبير وكيف بتم؟ يعني تخيلي، اعطينا توصيف للعمليه. هلا وقت نساوي جلسه البلازما بناخذ الدم، بنعمل تسفيل بطريقه معينه، نعم. بعدين بناخذ تقريبا من 5 سنتي تقريبا بلازما، بدنا نحقنه بالوجه مع بتقنيه معينه بابره دقيقه، طبعا لتحت الجلد للبشره بده يكون تماما. بنكون نحن عاملين مراحل معينه قبل ما نعمل البلازما، بتقويه العضلات للبشره من هاي راديو فريكوانسي، ممكن لتنشيط الكولاجين كمان مشان تاخذي نتيجه دبل بالبلازما، بعدين بنعمل تقنيه البلازما. فبنحقن تقريبا 5 ابر بسيطه دقيقه تحت الجلد، بحيث نوزعها بشكل متجانس على البشره، بتعطي امتلاء للخدود، بتعطي النضاره، بتعطي الرونق والحيويه اللي احنا بدنا اياها بالبشره. اكيد بدها تكون بطريقه معينه وتكنيك معين، بدها تنحقن بفاصل بيناتهم تقريبا 1 سنتي بين شكات الابر، بتكون نتيجتها كثير جيده ومرضيه بالنسبه للصبايا، حتى بتعمل شد العضل البلازما. مؤلمه دكتوره؟ لا ما لها مؤلمه ابدا، ما لها مؤلمه، هي كونه لو عم نحكي عن ابره شعريه ذكرتي تحت الجلد، كم وخزه؟ هلا نحن ما بدنا نعد الوحدات، الفكره المهم ناخذ النتيجه. طيب بما انه حضرتك بكالوريوس بعلوم التغذيه، وبما انه نحن اليوم عم نحكي عن البشره كيف نحصل على بشره صحيه ان كان من خلال الاجراءات التجميليه او حتى يمكن كمان النظام الغذائي، خلينا نحكي اليوم النظام الغذائي قد ايه بيلعب دور اليوم ببشرتنا، قد ايه ممكن يساعد اليوم على تحسين البشره؟ طبعا النظام الغذائي اساسي لتحسين البشره، اهم شيء بالصيف ناخذ 8 كاسات ماء يوميا،
يوميا، بدنا نركز على الخضروات الخضراء، فينا نعمل ديتوكس للجسم مشان تعطينا اشراقه للبشره، فممكن نعمل ديتوكس حاوي على الليمون، النعنع، الزنجبيل، بتعطينا كثير نتيجه حلوه على البشره واشراقه جيده. فينا نعمل كمان مشروبات خضراء ممكن تعطينا اشراقه للبشره، فبتعطيها تنفس لايت. تمام، فأكيد النظام الغذائي هو أساسي بالنسبة للبشرة، لازم يكون الحديد جيد عند الأشخاص مشان يعطينا الإشراقة والنضارة للبشرة، فبدنا نركز على الخضروات الخضراء وكل شيء يعني بيعطي نضارة ولايت للبشرة. نرجع للطبيعة، يعني دائما بنقول الرجوع للطبيعة هو الأفضل بالمصادر الغذائية، ولكن نحن بعض الأخطاء ممكن يعني نعملها من دون ما ننتبه، من دون ما نقصد، عم تكون سبب ايضا باتلاف هذا الجلد والبشره. شو هي الاخطاء اليوم الصبايا عم يشتغلوا عليها، عم توصلهم لمرحله انه اليوم عم يكونوا بعمر اكبر من عمرهم؟ تمام، اهل الفكره تعرض للشمس بدون استخدام الواقي الشمسي بياثر كثير بشكل كبير على التجاعيد للبشره، زائد يعني الجفاف، ما بياخذوا كميه كافيه من الماء، اغلب الصبايا بيكون عندهم جفاف بالجسم مشان هيك بصير عندنا مشكله بالبشره، زائد قله الاهتمام بالمرطبات الليليه، بده يكون عندنا مرطب ليلي يوميا مشان ما يصير عندنا التجاعيد الدقيقه بالبشره، مشان ما نصل لموضوع انه يكون اكبر من عمرنا. تمام، زائد في ناس مثلا بيعيشوا بالجبل مثلا من مناطق ريفيه، بدهم يهتموا كثير بالترطيب بالبشره، هون كثير يعني هو الجبل بيأثر على جفاف البشره. تمام، فبتلاحظي انه الناس اللي بالريف عندهم تجاعيد دقيقه اكثر من الناس اللي بالمدينه، حتى الناس اللي بالمدينه ما بيهتم بالواقي الشمسي كمان اللي بتطلع يوميا على العمل بالشمس الحارقه كمان بيأثر عليها بشكل كثير كبير. تمام، فبدنا نحاول نحن نهتم بالنسبه للعوامل الجويه اللي بتتأثر لها البشره، وزائد انه من الداخل لازم نهتم بالجسم كترطيب. تمام، اكيد. بالختام نور الخطيب، شكرا لك لوجودك معنا ضمن صباحنا غير اليوم ولكل المعلومات اللي قدمتيها، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، شكرا دكتوره لحضورك اليوم، هيك بسطنا فيكي، صار هيك عندنا شويه مجموعه من المعلومات، نحن دائما بحاجه، خلينا دائما نكون على معلومه منك طبيه او من كل الاخصائي لنقدر اليوم نتعامل مع البشره صح. يمكن بعض النصائح منك قادر اليوم نحن نمشي صح وما نحتاج لاجراءات تجميليه جدا، يعني بدنا نشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. صباحك حلو هيك مثل وجهك. صباح النور، اهلا وسهلا فيك.